إفريقيا بالدراجة الهوائية. قررت نزور عديد من الدول الإفريقية بالدراجة الهوائية، بداية من الجزائر إلى موريتانيا، وبعد موريتانيا السنغال. حاليا أنا في غينيا كوناكري. الرحلة لا تزال مستمرة إلى هذه الساعة. أتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله. برك اليوم علينا نخرج من البلاصة هذه اللي كنت بيت فيها، نشوف وين العمر الماء، خاطرش ما عنديش كترة تاع ما عنديش. طولت هنا يا راه قريب ل 12 والله ما عندي مريض. هذا الجبل اللي كنت بيه تعدو هنا خلف هذا النهر راه 35 كيلو ما كانش الماء. الفيلو راني مخليها لها في الجبل هذاك، ورحت عمرت الماء من واحد النهر من يمشي. يبان نقي مي دائما تقعد متوسوس، خاطر الشلال كاع جاي هابط من الجبل من هنا، والماء نقي شفتو. مي راك في غينيا كوناكري، راك في لافريك، دايما تقعد متوسوس من برا. عمرت هذو زوج، هذه الزرقاء وهذه عمرتها. نحاول نشرب بقى كي نعطش، صح نحس بالعطش، خلافها ما نسيش قاع نشرب. هنا لاحظت واحد الحاجه فيهم علينا نمشي بها، واحد التكنيك هاي ياسر كيقولوا كي تلاقى مع جون نقولوا هاي توا تخو صافا بيان، شغل اللي قي كي تقيمه يقيمك اكثر من قيمته انت، يبدا يزيد مام يولي كاع مش عاجبو انت، يولي يشوف فيك ترافير تقول له با ترو سافا بيان، شغل اللي يتحل معاك. ولي فيو يبداو يشوفوا فيك على اساس انك اوروبي وانسان ماكش مليح، بعدها غا تقول له سافا الامام، شغل تشوفو لابس قندوره ولا لابس حاجه شغل تدل على انه مسلم، تقول له سافا الامام، يزهى يضحك يقصر معاك، يبدا يولي شغل اللي يولي حب هو يعاونك بلا ماك محتاج حاجه، يولي هو حاب يعاونك. صرات لي دركا صالي صافا، قلت له صافا الامام، شغل جاي شويه فيه هبط ولات وقال لي يلا نعاود نرجع نطلعك. قلت له على غير واحد، قال لي انا شفت الفيلو تاعك مقاريه فما الطريق، قلت له ايه راني نمشي. وصلت الفيلو خلاص دركا، سقسيت واحد هنايا، هذا واحد بس مولا مولا، قلت له شنو هذا المشكله، ما يهدرش فرنسي، ما بالفرنسي تاعو شغل يقول لي هذه سا سي با انتي، وبعدها يبدا يهدر لي بالبولاري، شغل ما يعرفش يوضح، ما على حساب واش فهمت منه بلغه الاشارات اللي قاع الناس تفهمها لا تفهم فيه. قال لي هذه الحيوانات ما ياكلوهاش العباد، قال لي هذه قرسوها هنا ياسر، على حساب واش فهمت منه. ان شاء الله يكون فهمي صحيح، وان شاء الله يكون هو اعطاني معلومه صحيحه. طلع صحيح جاتني صايبه، مي راني مقوسط معها حبه حبه وفهمتوها. هاي لا الجبل هذا اللي كنت بايت من وراه البارح، ديجا شغل كنت نشوف فيه حاجه كبيره وما كانش كيفاش نوصل له، درك راني قريب للقمه تاعو، درك نزيد نمشي شويه وندور نولي في القمه تاعو. سبحان الله، البارح قاعد نشوف فيها قلت ابي وما نطلعلوش، على هنا نطلع له، راني ديجا شغل نشوف فيه منظر هايل، على نزيد ند عليها ونطلع لها. يا اخي لقيتها محتومه اني الطريق تمشي من فما وتطلع له، وانت ماكش شاتي وبالفيلو مشرجية، هذه هي كاتبه. مش راح نقول لكم ايه، انا في الطلعه تطبع ما نطيقش نطبع خاطرش ظهري يسطر علي. مي الهبطه رايح نهبط، مانيش نهبط راكب، راني نهبط نطبع فيها في الهبطات، باسكو الفرانات مانيش حابهم يروحوا لي، وما عديش كيفاش نبدلهم هنايا، ومانيش حابهم يروحوا لي، خلي نستحفظ بهم شويه. تمام زين لاباس مش هادين،
لاباس بهم بصح حاب نزيد نحافظ على لي بلاكات مانيش حابهم يخلصوا لي هنايا وصح يخلصوا لك هنا خاطرش هبطه كومبلي وانت شاد كيما هكا الماكسيموم. حبست نشرب الماء مليح البنة تاعو ماهوش كيما اللي لقيتو في الطريق. هذا يقولوا جايبينه من لافيل هي قاعده ماهيش بعيده عليها قمة تاع جبل راني فيها. درك نشوف لكم العلي تاعها الارتفاع وشحال راه ونحط لكم من تحت خاطرش راني في القمة تاع هذا الجبل ويسمى جبل اللي كنت فيه من قبل اعلى من هذا شويه كما شفتوا في لي فيديو. انا ما صباح سي هاي ايتوا كومون تي تابل Moi, c'est Zombo. Et toi? Mamadou, quoi? Nabil. 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 Ah oui. Et toi? Aïcha. Aïcha. Et toi? Brahim. Brahim. Brahima. Je vais vous montrer le rose. Je vais vous montrer le rose. نسقسيهم تاكلوا ياكلوا معايا ما فهمونيش بلي رايح نزيد نطيب بالك ماهمش ماكلين ياكلوا معايا شوفوا واش نديروا راه كانوا خدمينها هنا فرارس يلعبوا بيها تنايا فطرت فطروا معايا وشريت لهم بعض الاشياء من المتجر تاعهم. قدمت لهم واحد المساعده اللي معناتها كان كاتبها لهم ربي انا كنت مجرد سبب باش نقدمها لهم وفرحوا فرحوا لدرجه ما تصوروهاش يعني. بعد ما روبوزيت قدات ريحت معاهم درك نعاود نرجع للطريق. الطريق تاعي تو عقب على هذاك الجبل فوق هذاك الجبل رايح نمشي والله ظهري يسطر عليا من باسكو نسيت نطبع الفيلو وانا جامي طبعتها نسيت نطبعها شويه ظهري طلع عليا انا بيدالي طلع حالك نورمالمون قاعد ما نطبعهاش. مي عانات شويه من الماء عانات بسيشيكمون سقسي اسكو كاين ما كانش راي كومبلي ولا على باليش انا نلحقلو ولا ما نلحقلوش. اه ويه هذه لا بومب لي راني من الصباح نجري عليه درك نعمر كاع واش هاد ليما. صباح النور عليكم. الصباح هنايا كما شفتوا فطرنا الفطور هنا يديروا الروز. فطرت كليت معاهم الروز شويه مي ما قدرتش ناكل الروز خاطرش مانيش مار حاجه مانيش متعود عليها. طيبتها تاي وانا نطيب في تاي بدات هي تطيب في واحد الحاجه كيما سمعت مليحه ياسر. نوريك كيفاش دايره. فطرت بها حلوه هايله كاع هذا هو جايك سفنج بصح ماهوش بنا نفسها مع السفنج وحلوة والله ماني فاهم هامي راه صحيح تمسخر معايا هذه اللي عارف. ميرسي تحفه 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 فوت ليله هايله وريحت معاهم قصرت معاهم. الراجل اللي عرضني راه راح كيفاش عرفني بلي راني بيت هنا كنت رايح نبات عند واحد ليكول هما قالوا لي شغل حبس نصلي هنايا هذا الطفل شافني مليح بس نصلي راح قال لبيو قال له راه كاين واحد حبس يصلي هنا يوم مسلم وراح رايح يبات عند ليكول. جاوني من عند ليكول ليكول هاو كنا جاوني كنت رايح بات فما
قال لي ما تباتش فما، قال لي لازم تجي تبات عندنا هنايا و... تعشينا مع بعض. قلت له نطيب الرز، قال لي احنا رانا نطيبو، كيفاش طيب انت يا ربي يحفظهم. عائلة طيبة ياسر، فوتنا معهم ليلة، وهذه هي الفواياج، كل يوم تعرف ناس وتفارق ناس و... مرسي باي باي. مرسي باي باي. مرسي توا اوسي. جاراما جاراما نا جاراما فوت جاراما بوي. اوكي على حسب شو راح تقول لي. قالت لي جاراما شغل جاراما هي مرسي تاعهم هنايا، وتقال مرسي وتقال صباح الخير وتقال كل جاراما هذه البركه البركه. البركه بورتو. اوكي بورتو هي الاجنبي شغل يا ودي تاع قصره، عندهم واحد القصره هايله هنا سيرتو تاع الجبال ولا تاع تمسخير، تاع تمسخير وحلوين ياسر يا. هذه هي ترحال، لازم يكون عندك شويه قلب قاسي، لازم ما تتعلقش بالناس، خاطرش الناس طيبين هذون ياثروا فيك كي تفوت عندهم ليله، وبعد ديماريك هي اللي تفوت عندهم ثلاث ايام والله والله تحس لها في طريق. وسيرتو الناس طيبين هذون اللي عاملوك معامله خاصه خاصه بلا ما يعرفوك، ما باس ما يا كاين ما يعرفوش ما ايه مسقسانيش حتى واش اسمي. تعاشر الناس من بعدها ديريكت سيبارا من حياتهم، ديريكت تخرج. ما عرفتش كيفاش نوصلها لكم مي والله انا هذه اللي تاثر فيها شويه. مي الحمد لله. شغل قاعدين يسقسوا فيا، اسكو راك تهدر مع باباك، اسكو راك تهدر مع ماماك، واش راهم يقولوا لك؟ شغل واحد الناس طيبين ياسر ياسر. درك العوده الى الطريق الى المرتفعات، هذه معنا نزلنا في البلا وربي يدوم ان شاء الله. بوز كافي. Comment s'appelle ce village Ici, Sogoria. Sogoria. Post café, fils Sogoria. راني رايح مع صاحبي تاع الموطو، رايح نفيزيت واحد من الكروت، هذا اللي خدت معاه في القهوة، قال لي يلاه نفيزيت واحد الكروت أنا رايحين. سوا مونامي. ايه سوا. عبد الله. ايه. نو سي با عبد الله، سي عبد الله، سي عبد الله. C'est la route de... La route de l'Elegel, le grotte de l'Elegeli. Ah oui, c'est... Comment s'appelle cette route Kajori. Oui, Kajori. Ah oui, c'est Kajori. Ah, c'est le grotte là, j'ai une visite. تفكركم في فيلم تاع 78 ساعة. كوا سي كوا؟ سي دي غرافير. اه وي. ديسين. اه وي. نعم هنا كاين ياسر هذا كاع دي غرافير يعني ما همش باينين شنو هي. اسكو قدام ماهمش قدام. نطفو التليفون باش نشعلو الفيروس. تري جولي. وي سي تري جولي وي. Tu veux partir, tu rentres dedans. Ah oui. Ah ok. Je visite. Quelle place ça ne me donne bien sûr. Le frère a un fal d'achat. C'est quoi ça? Ça c'est. Du de la. On sait pas mieux, c'est pas ça. C'est une mort. Oh non, c'est pas mort. Ah oui. C'est comme si. On va ah ok, ça c'est la fin. Eh.
monter. Oui, oui. Je laisse ça ici. Voilà, c'est la fin, mais par de l'autre côté, il n'y a pas fin. Ah oui, c'est la fin comme ça. Ici. Oui. Mais viens là, je peux montrer. Il n'y a pas une autre route? Non, il y en a. Ah, ok. Je ne sais pas où il y a des choses à prendre. Ici. Ah oui. Ça fait longtemps, je vais pas voir là. Ah ouais. Ici. Donc, ici, c'est tout. Mais c'est pas facile. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Tout ça que dire, là. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, le prophétie, il fait. Ah oui, j'arrive. Bon, si vous m'avez dit, donc, nos parents nous disent ici, c'est ça. Là, on fait confiance. Ah ouais. C'est très joli. Et ici, on s'assoit. Joli, ah, non, ici. Bon, ici encore. Ah, salle fermée comme ouais. Ça. Viens ici, on va monter. Ah ouais. Là, c'est pas fermé. Ouais. Monte de l'autre côté. Ah, c'est comme ça, c'est déjà fermé. Ouais, voilà. Comment je suis là? Ah oui, c'est obligé. Doucement. Oh. Alors. Nous, lorsqu'on était petits, on venait ici. Ah oui. C'est couché ici. Ah, c'est couché ici. Oui. Entends ça. Oui, c'est bien. Ah, merci. Tu vois, on venait ici, c'est couché. Ah oui. Même. Taf. On va monter en haut. Ah oui, c'est bien sûr. On a la photo que je me dis photo wet. Faites attention. C'est pas facile. Ah ouais, c'est pas facile. Non, non. Ah. Tiens, le téléphone. Filme. C'est déjà fini. Ouais. Ah, le technique est là. C'est comme ça. شادي الحاجة ما كيفاش راح يشدها كاع هذه الكبيرة راح تشدها هذه هكا قادرة تطيح في أي لحظة. بسم الله ما وي سي فرونس باش نطلعو الفوق القمة تاع الجبل نصوروها لكم من الفوق كيفاش تولي دايرة. آه J'arrive. Ah, rien. Il y a un match aujourd'hui. Il y a deux matchs aujourd'hui. On va nous dire que c'est un peu de déjà, c'est beaucoup comme ça. Ouais. Ouais. On va visiter cette place à bord. On va nous dire que c'est un peu de temps. On va nous dire que c'est حويس على بلاصة باش ندير فيها فوطو طلعت سوفونير ما عرفتش ما
صح ما عرفت كيف. Je recherchais une place pour faire une photo, souvenir. Quelle place? حاليا عبد الله جابني لدارهم قال لي اروح نفيزيتو الدار نضيف لا فامي تاعي الله صافي تيزير هذه كاع لا فامي تاعهم وهذيك جداته راه هنايا كان هنا الماء سلامة سلامة Ça va? Bien. C'est ton soeur? Oui. Oui. C'est bien. Oui. Ouais. Tu vas ta soeur? Oui, oui. Ça fait plaisir. Ah, c'est ton père, ça. Comment ça fait? Tu vois, vas-y, tu vois. Ah, ouais. Il entend pas, c'est un pays. Ah, ouais, c'est bien. Oui. Salut, ça va? Bien, là-bas. C'est ton père de Abdallah. Ah oui. قصرت كاع معاهم كاينين اللي ما حبوش يصوروا شغل خاوتي ولا اخر عنهاش حبس التليفون مي عائله هايله ياسر كاع عائله كاع كومبلي طيبين ناس ملاح والله عرضني قال لي روح للدار انا في الدار تاعهم درنا فيها دوش ربي يحفظه المهم هو سي كومون سابيل موسكو بوسكو اي محمد بوسكو بوسكو سي رابور هنايا وصاحبو الانتيم تاعو عرضني هنايا ضربنا فيها دوش ريح زان انا كانت خاصني ديك الدوش ودركا ندي مارو دركا لاغوت